رأس ولي كتفان، لي صدر وذراعان، لي بطن ولي ساقان، لي يدان وقدمان، لي أنف ولي عينان، لي فم ولي أذنان. هيا قولوا معي، لي رأس ولي كتفان، لي صدر وذراعان، لي بطن ولي ساقان، شمس الصيف وداعا، يا رمل البحر وداعا، قلبي تملأه الحماسة، واشتقت لمقعد الدراسة. ها أنا ذا يا مدرستي، قد عدت إلي مدرستي، جهزت حقيبتي ولباسي، جهزت قلبي وكل حواسي، كي أستمع إلى معلمتي، أدرس معها علمي ولغتي. أتكلم العربية، أتعلم العربية، لغتي ولغة عائلتي، لغة أجداد أمتي. أتكلم العربية، أتعلم العربية، أتكلم العربية، أتعلم العربية، لغتي ولغة عائلتي، لغة أجداد أمتي، لغتي ولغة عائلتي، لغة أجداد أمتي. من المحيط إلى الخليج لهجات أحلامي.
عائلتي، لغة أجدادي أمتي. ألف باء حتى الياء، خطوطها رسم حناء. أما جمال بلاغتها حير أعظم الشعراء. العربية أتكلم العربية، أتعلم العربية، أتكلم العربية، أتعلم العربية، لغتي ولغة عائلتي، لغة أجداد أمتي، لغتي ولغة عائلتي، لغة أجداد أمتي، لغتي ولغة عائلتي، لغة أجداد أمتي، العربية. للأطفال صفقوا للأطفال
لنتعلم الأشكال. الدائرة، هيا لنرسم دائرة. الدائرة، هل تجدون دائرة؟ هيا لنبحث عن الدائرة. هل تجدون أي دائرة؟ المربع، هيا لنرسم المربع. المربع، هل تجدون أي مربع؟ هيا لنبحث عن المربع. هل تجدون أي مربع؟ أحسنتم. الأشكال، المثلث، هيا نرسم المثلث. المثلث، هل تجدون أي مثلث؟ هيا نبحث عن المثلث. هل تجدون أي مثلث؟ أحسنتم. المستطيل، هيا لنرسم المستطيل. المستطيل، هل تجدون المستطيل؟ هيا نبحث عن المستطيل. هل تجدون أي مستطيل؟ الأشكال، لنتعلم الأشكال. المعين، هيا نرسم المعين. المعين، هل تجدون أي معين؟ هيا لنبحث عن المعين. هل تجدون أي معين؟ أحسنتم. البيضوي، هيا لنرسم البيضوي. البيضوي، هل تجدون البيضوي؟ هيا نبحث عن الشكل البيضوي. هل تجدون أي شكل بيضوي؟ نبحث عن الهلال. هل تجدون أي هلال؟ أحسنتم. النجمة، هيا نرسم النجمة. النجمة، هيا نبحث عن النجمة. لنبحث عن النجمة. هل تجدون أي نجمة؟ أحسنتم. الأشكال، الأشكال، ها قد تعلمنا الأشكال. الأشكال، منزلنا رائع. منزلنا رائع في الطابق الرابع. نوافذ بيتي جميلة تطل على الشارع.
نومي خزانة للثياب، طاولة دراسة سريري والألعاب. منزلنا رائع في الطابق الرابع، نوافذ بيتي جميلة تطل على الشارع. منزلنا رائع في الطابق الرابع، أغلى من مال وصورك.
تتعدى المسموح. سأنام قريبا لا تغضب لا 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 لا. من ماذا أبدا لم أغضب يا بابا؟ قد تعب الثعلب والقطة نامت والأرنب. ماذا بابا لا توقظني؟ حمدا لله حمدا لله أنا متعب. أشده للأعلى في الحال بكل رشاقة وأدخل رأسي
أركب وحدي وأستعين بالكبار، ألبس وحدي أشلح وحدي، هكذا نفعل يا شطار. ألبس وحدي أدس قدمي في الجورب وأتأكد من وضع الكعب بكل بساطة، أما حذائي أميز يميني من اليسار وأترك العقدة لأبي على باب الدار. ألبس وحدي أدس قدمي في الجورب وأتأكد من وضع الكعب بكل بساطة، أما حذائي أميز يميني من اليسار وأترك العقدة لأبي على باب الدار. آكل وحدي أشرب وحدي وأستعين بالكبار، ألبس وحدي أشلح وحدي، هكذا نفعل يا شطار. آكل وحدي أشرب وحدي وأستعين بالكبار، ألبس وحدي أشلح وحدي، هكذا نفعل يا شطار يا شطار. نامت الشمس، نامت العصافير، اسمع بعض الهمس ينادي للسرير، هيا يا ماما احكي لي حكاية، هيا طعم الخضار، ما أروع طعم الخضار، كم
فوق المقعد وأحرك رجلي بخفة حتى أسرع بالدراجة دراجة عندي دراجة ألعب فيها وقت فراغي وأنظفها وأزينها لا أصدر أبدا إزعاجا دراجة عندي دراجة ألعب فيها وقت فراغي وأنظفها وأزينها لا أصدر أبدا إزعاجا ألعب فيها ضمن السور وألف تنسوا أن تشتركوا بقناة كرزة.